السلام عليكم. درت ديال سلسلة تمارين ديال المعايرة. التمرين الأول كما كنعرفو المعايرة هو تفاعل المميزات ديالو كلي وسريع وانتقائي. متفقين؟ هادو المميزات ديال تفاعل المعايرة. الهدف ديالو هو تحديد التركيز أو كتلة شي جسم في شي محل. متفقين؟ السؤال الأول هو أخت المعايرة. كما كنعرفو عند معايرة حمض الأش أموها كيعتني القاعدة المرافقة لهذا الحمض زائد أش دونزو سهم واحد، لأن التفاعل كلي وسريع وانتقائي. حد نقط التكافؤ كنديرو مستقيم عمودي على المماسين، من بعد كنديرو المنصف. متفقين؟ نقطة التقاطع ديال المنصف مع المنحنى، هاد النقطة هادي هي في بي أو حجم مضاف عند التكافؤ، والنقطة هذه بي اش او قيمة البي اش عند التكافؤ هي تقريبا هنا 8.1 8. دونك احسب التركيز. كما كنعرفو اغلبية كيديرو واحد الخطا، خاصكم تعرفو بلي هنا كدير ان اي على ان بي، دونك سي ا في ا كتساوي سي بي في بي. اذا بغينا سي اي سي بي في بي او على في ا غتخرج 2 × 10^2. نصيحة، ما تحولوش هاد الحجم وهاد الحجم، ان بمليلتر مليلتر غتختزل. دونك اختار معلم الجوهر الكاشف الملون. دونك كما كنعرفو الكاشف الملون غنشوفو البي اش او اللي عندنا حنا هو 8.1. اذا نفس اللي غنستعملو هو احمر الكريزول. اوجد هاد النسبة. فاش كتلقى هاد النسبة عند في بي، هنا كتخدم العلاقة ان هاد النسبة حسب الدرس هي 10 × PH - PK. غنمشي لفي بي 10 غنلقى البي اش 4.4 ناقص بي كا اي 3.9 هي 10.05. بما ان العدد اكبر من واحد، بالتالي غتكون هيمنة ديال القاعدة، القاعدة غتكون هيمنة على الحمل في هذه اللحظة هذه. متفقين؟ ندوزو للتصحيح ديال التمرين الثاني.